مرحبا، أنا ناصر من اعزف.com، واليوم رح يكون عندنا الدرس الثاني لآلة الطبلة. حكينا بالحصة الماضية عن الأصوات الأساسية اللي ممكن نطلعها بآلة الطبلة، اللي هي الدم والتك. اليوم رح نحكي أكثر عن صوت التك. التك تم استخراجه بالإيد الشمال، يعني بنطلع الصوت بالإيد الشمال بالأصبع الثاني بالمدرسة الشرقية، وبالأصبع الثاني والرابع بالمدرسة التركية. هاي هي المدرسة التركية وهاي هي المدرسة الشرقية. في كمان تك، أو في مجموعة من أصوات التك بتطلع بالإيد اليمين. أولاً بفتح أصابعي، ما بفتحهم هيك، بفتحهم بشكل مش مسكرين زي الدم، بفتحهم شوي بعدهم عن بعض، بحط ايدي على حافة الطبلة. اذا بنلاحظ دائما اصبع الاوسط هو اصبع اطول، فبالتالي اذا انا اصابعي موجودين على حافة الطبلة وبضرب، بالتالي صوت التك رح يطلع بسبب وجود الاصبع الاوسط على حافة الطبلة. اذا الصوت بالايد اليمين باليد الشمال. نبدأ نبدل الأصابع، اليدين عفوا، يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال. لازم نركز على موضوعين، الأول وضوح الصوت، الثاني وجود إيقاع في العزف. إيش يعني وجود إيقاع في العزف؟ يعني لما أقول يمين شمال واحد اثنين لازم يكون الإيقاع منتظم، ما بصير أقول يمين شمال يمين 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 شمال، لازم يكون يمين شمال واحد اثنين يمين شمال يمين شمال يمين. الشيء الثاني وضوح الصوت، صوت التك لازم يكون على الحفة. إذا بنزل التك هذا الصوت خطأ، هذا الصوت خطأ، وإذا طلعت أكثر على الحفة هذا الصوت خطأ. نفس الإشي في الإيد اليمين، هذا الصوت خطأ، هذا الصوت خطأ، هذا الصوت صح، هذا الصوت خطأ. إذن بنحاول نركز على إنه الصوت يكون صح ويكون في تناسق بالعد، واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. لازم نركز على موضوع مدة الفترة أو الفترة الزمنية اللازمة للتدريب، هي بحدود من 5 إلى 10 دقائق باليوم لهذا التمرين، ولازم يتم التمرين على مدى أيام أو على مدى فترات طويلة. يعني الصوت مش متوقع إنه، أو مش من المفروض إنه يكون الصوت واضح ويكون في اتزان بفترة سريعة، فلازم التمرين يأخذ وقته ولازم يتم على فترات قصيرة من 5 إلى 10 دقائق في اليوم، عشان ما يصير في ملل في التمرين، لأنه هاي التمارين الابتدائية هي تمارين بس عشان استخراج الأصوات. إذا تكرر التمرين في اليوم 2 لـ 3 هذا الإشي بيساعد أكيد، لكن ما يكون من المتوقع انه يتم استخراج الاصوات على طول في يوم او في يومين، لازم نكرر التمرين كذا يوم عشان يطلع معنا، فما تستعجلوا واستنوا الحصه الثالثه من دروس الطبله على اعزف.com. وانا ناصر سلامه.